وللحديث أكثر عن أزمة الوقود في لبنان والناتجة عن الأزمة المالية التي تعيشها البلاد منذ أشهر وتداعياتها، ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت المحامي وأستاذ القانون الدولي الدكتور طارق شندب. أهلا بك معنا دكتور طارق. حياكم الله، أهلا وسهلا بك. أهلا بك دكتور طارق. على إثر رفع سعر المحروقات وشحها أيضا سائقو الشاحنات كما تعلم يتظاهرون للمطالبة برفع التسعيرة، ما الذي أوصل الأوضاع لهذه الحالة برأيك؟ الذي أوصل الأوضاع إلى هذه الحالة العامة في لبنان هو الفساد المستشري في كل قطاعات الدولة اللبنانية، الفساد الأمني، الفساد السياسي، الفساد القضائي، سقوط الدولة في منظومة الفساد وخضوعها بمعظمها لمنظومة إرهاب ميليشيا حزب الله التي غطت الفساد وتشاركت مع الفاسدين في الدولة، إضافة إلى سقوط منظومة المحاسبة والمساءلة في لبنان، فالسرقات التي قامت بها المصارف مدعومة من بعض الجهات الرسمية لأموال المودعين وأدى إلى انهيار العملة اللبنانية بشكل كبير جدا، وخسرت العملة حوالي 90% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي. كانت الدولة اللبنانية أي الخزينة تغطي وتدعم المحروقات المستوردة. عجز مصرف لبنان بعد أزمة السرقات لأموال المودعين والاحتياطي العام أن يستمر في هذا الدعم، وهو متهم رئيسي بعملية سرقة أموال المودعين والأموال العامة. تم تسعير المحروقات وفق السعر الرائج، ونرى أن هذا السعر هو أصبح عبئا على اللبنانيين، جميع اللبنانيين أصبح الحد الأدنى أو الأعلى للأجور لا يساوي شيئا بالنسبة لسعر الدولار في لبنان، إضافة إلى تحكم كارتيلات النفط بعملية استيراد المواد البنزين والمازوت ودون أي مراقبة، وهي لا تخضع لأي مراقبة لا سابقة ولا لاحقة، مما يكبد خزينة الدولة خسائر فوق خسائر. باختصار، منظومة الفساد في لبنان المحمية من الطبقة السياسية وغياب المحاسبة والشفافية والرقابة هو الذي أدى إلى ما حصل في لبنان. نعم دكتور طارق، بماذا تفسر قرار مصرف لبنان إعلانه وجوب فرض تسديد ضريبة المبيعات بالدولار؟ هذا القرار يهدف إلى إذلال اللبنانيين، إلى سرقة ما تبقى من أموال لدى اللبنانيين، لأنه حتى هذه اللحظة السعر الرسمي للدولار هو 1500 ليرة فيما يباع في السوق السوداء ب 25,000 ليرة، أي بأكثر من 20 ضعف، فيما مصرف لبنان حدد عمليات السحوبات من المصارف اللبنانية للدولار ب 8,000 ليرة. هذا التفاوت وهذا التخبط من قبل مصرف لبنان، وهو متهم رئيسي بسرقة أموال اللبنانيين العامة والخاصة، يهدف من خلاله مصرف لبنان من هذا القرار إلى زيادة وارداته على حساب الشعب اللبناني الذي يئن تحت ردح الفقر، والذي يئن تحت ردح الفساد والمحسوبية وعدم محاسبة من سرق أمواله. تخيل أن ملايين أو مليارات الدولارات من ودائع اللبنانيين من جنى أعمارهم الموضوعة في البنوك أصبحت هباء، وسرقت أموال اللبنانيين من قبل المصارف وبرعاية مصرف لبنان دون أن تتم محاسبة أي مصرف سارق أو أي صاحب مصرف أو توقيف أي واحد منهم. يعني هذه النقطة مهمة للغاية، تداعيات هذا القرار برأيك على قطاع المحروقات ومن ثم على الحياة المعيشية اللبنانية المتداعية بالأساس كما تحدثت. يعني الآن ترى عملية هجرة ممنهجة ومنظمة يقوم بها اللبنانيون الذين لا يستطيعون الخروج عبر الطرق الرسمية، يخرجون عبر البحار. أصبح لبنان بلد منكوب، بلد مسروق، بلد يعاني أهله الأمرين، يحاولون الخروج مع عائلتهم في البحار.
يوميا هناك عمليات خروج نحو أوروبا ونحو تركيا ونحو العديد من الدول، وكأن الحرب واقعة، هي حرب اقتصادية، هي حرب تركيع اللبنانيين، هي حرب سرقة أموال المودعين بدون أي محاسبة. مشارك بها كل الطبقة السياسية التي حتى هذه اللحظة لم تستطع هذه الطبقة إلا أن تستمر في فرض مزيد من الضرائب لسرقة مزيد من أموال اللبنانيين. الآن اللبنان يعيش على مساعدات أبنائه في الخارج. لولا مساعدات اللبنانيين في الخارج لعائلتهم لرأيت حالات الفقر. لبنان يرزق 60% أو 70% منه الآن تحت الفقر. يعني تصور أن الناس لا تجد ما تأكله. نحن على أبواب فصل الشتاء، الأسعار المحروقات مرتفعة جدا، لا كهرباء موجودة، لا انترنت، لا مازوت يفقد في بعض الأحيان، لا بنزين يفقد كذلك في كثير من الأحيان، تحكم كارتيلات النفط بالأسعار كما تريد، غياب الرقابة، غياب الدولة، وهناك مكابرة من قبل الطبقة السياسية التي تحاول أن توهم الرأي العام الدولي والرأي العام العالمي أن لبنان يعيش في حالة بحبوحة وأن الأمر يتعلق فقط بالمشكلة السياسية. أبدا، المشكلة الرئيسية بلبنان الآن ليست المشكلة السياسية فقط، إنما المشكلة الاقتصادية التي خلقتها تلك الطبقة السياسية التي ترفض أن تخضع للقانون، وفي غياب ممنهج للقضاء الذي يحاول بعض القضاء حماية الفاسدين، ولذلك سرقت مليارات الدولارات من مصارف لبنان. شكرا. لم يتم توقيف أي فاسد أو أي سارق حتى اللحظة. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر الهاتف من بيروت المحامي وأستاذ القانون الدولي الدكتور طارق شندب، شكرا جزيلا لك.